أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات خنادة الخبر. جدا سعيد بلقائكم. الحلقة اليوم هي الفنانة الشعبية طلال. كنا كنعرفوها رسامة وفنانة مغربية ومن رواد الفن الفطري، لكن ما بغيناش نهضروا عليها من هذه الزاوية، هذه خلينا نشوفوها من زاوية أخرى. أهلا بكم. شعبية طلال مواليد 1929 من جماعة 2 شتوكة حدا أزمور وجهة الجديدة، وتزادت في الخيمة وكبرت في الخيمة. زوجها بسن 13 سنة، مات راجلها على 15 سنة، هي أم وعندها ولد وخصة ترعاه، وبدأت كتكافح. حبات الرسم، كتقولنا شافت رؤية، وعندها ولد وحيد الحسين طلال اللي تاوي فنان ورسام مغربي كبير. ومن بعد الشهرة دارت معرض في المغرب مع معهد غوت الألماني، من بعد فرنسا، من بعد شهرات حول العالم، وانتشلت نفسها من الفقر المنطقع وأصبحت كتعيش حياة ميسورة. لكن ماشي هو هذا اللي بغينا نتكلموا عليه. كل شي كيعرفها رسامة، كل شي كيعرفها فنانة، بغينا نشوفوا كيفاش تحولت الحياة ديالها، واش بالفعل هي رسامة كبيرة كما كيصورها لنا الغرب والنقاد الغربيين. كيفاش غادا تحول حياة شعبية طلال؟ هي كتقول انها حبات الرسم عن طريق واحد الرؤية شافتها، لكن اراء اخرى كتقول انها حبات الرسم عن طريق ولدها الحسين طلال اللي كان رسام، واللي هو لازال الان على قيد الحياة، وهو من احد كبار رسام ديال المغرب ومن الرواد. ممكن تحطه في نفس المقام ديال الشرقاوي والغرباوي وبالكاهية، رواد ديال الفن التشكيلي والرسم في المغرب بكل انواع ديالو. واحد النهار غيجي بيير غوديبير. شكون هو بيير غوديبير؟ هذا ناقد فرنسي غيجي يشوف الحسين طلال في المرسم ديالو، شافو كيرسم، شاف اللوحات ديالو، انتقلوا من المرسم للدار. علاش؟ لان شعبية طلال كانت كترسم في الدار، ولدها الحسين كانت يرسم في لاتولي ديالو بشكل اكثر احترافيه. جا غوديبير للدار، شاف اللوحات ديال مطلال، هو قال لك هذا هو الحق، قال هذا هو الرسم. هنا غادي ينسى حسين طلال، غادي ينسى الفنانين المغاربه كلهم اللي كانوا في هذاك الوقت، وغادي يركزوا لينا على الشعبية طلال. وقال لك هذا هو الرسم، هذا هو الفن. داروا ليها معارض بداية في المغرب، من بعد فرنسا، من بعد جالوا بها العالم، وأصبحت الرسامة الأشهر في المغرب. هنا في ذاك الوقت النقاد في المغرب والرسامين في المغرب كانوا كيشوفوا أنهم تظلموا، خصوصا مجموعة الدار البيضاء 65، كيشوفوا أنهم ظلموا، وأنه اعتبروا لدرجة أنهم اعتبروا القضية مؤامرة ضد الفن في المغرب. كيف ذلك؟ قالوا أن جا فرنساوي وما كنعرفوش شكون اللي موراه، هز رسامة مغربية كترسم بشكل بسيط وبدائي، وحتى فوق الرسامة اللي هما البعض منهم مشى المدارس الكبرى، مشى مثلا لمدرسة الفنون الجميلة في فرنسا ولا الأكاديمية الفنون في البلد الفلاني. من طبيعة الحال ما كنقولش أنا أن الرسام ضروري يكون خريج الأكاديميات والمعاهد، ولكن كانوا إلى جانب أنهم رسامين جيدين كيرسموا مزيان كانوا خريجي المعاهد، لكن جات فرنسا وهزت وسط منهم إنسانة أمية ما عمرها ما قرأت في حياتها. وهذا ماشي مشكل، الفن ماشي ضروري تكون أنك إنسان أمي ولا قاري ولا عندك الدكتورة، ما عنده حتى شي علاقة. لكن كانوا كيقولوا حنا كنرسموا حسن منا، خصوصا في ذاك الوقت مثلا كان حسن القلاوي واحد من أكبر الرسامين في المغرب، كان ذاك بن يوسف، ورسامين كتار والشرقاوي والغرباوي اللي هما من الرواد ومن عمالقة الفن التشكيلي. فما فهموش كيفاش تهزات شعبية طلال والطريقة اللي كترسم بها واللوحات ديالها، وأصبحت هي المرجع ديال الفن في المغرب، واللي بغيت تكلم عن الرسم في المغرب شعبية طلال. فهما ما فهموهاش. فاللي بغينا نناقشوا اليوم شكون هو الصحيح، شنو هو الرأي الصحيح،
واش عبية طلال بالفعل رسامة كبيرة وعظيمة والمغاربة ما فهموهاش ولكن قدرها الغرب، أو لا هي رسامة أقل من بسيطة وأقل من صغيرة لكن بإرادة أجنبية وبإرادة مراها النية اللي مراها تعزلات هي من دون الناس وتحطات على أنها صورة المغرب. بالفعل منذ ديك الزيارة ديال غودي باغ للدار ديال شعبية طلال شنو طرا؟ أولا غطات على ولدها الحسين، حيدات الحسين ما بقاش كيبان الحسين، كتبان شعبية طلال. وللإنصاف لو تقارن لوحات شعبية طلال ولوحات ولدها الحسين فرق كبير، الحسين فنان ورسام واللوحات ديالو لوحات مجهدة بزاف، اللوحات ديال شعبية طلال كأنهم رسمهم إلى الطفل ما كيرسمش نهائيا، عنده 5 سنين يرسم بحال شعبية طلال. وأنا شفت لوحات الأطفال موهوبين أقل من 5 سنوات كيرسموا حسن من شعبية طلال بمراحل. فهنا هذا الموضوع أولا أنا ما عندي فيه حتى شي رأي، ما غاديش نعطي الرأي ديالي في داكشي اللي كدير شعبية طلال. لكن شعبية طلال واش رسامة؟ نعم رسامة، ولو ما رسماتش واش كان غدا تنتشل راسها من الفقر؟ لا ما كانش غدا تنتشل راسها من الفقر، خصوصا انها مور ما مات رجلها وهي عندها 15 سنة كان خرجات كتشتغل خادمة عند الناس في البيوت ديالهم باش ترعى الابن ديالها الحسين، وكانت كتقول انه كتخليه حتى كتنعس وكانت كتقول وكانت كتنوض كترسم مور ما شافت هذيك الرؤية. كاينه آراء أخرى كتقول أنه بدات كترسم بسبب ولدها، لأنه هو كان دائما عنده طموح منذ الصغر أنه يصبح فنان. منين داتها فرنسا ولات كتقارنها برسامين كبار، كتقارنها بماتيس، أحيانا كتقارنها ببيكاسو، أحيانا كتقارنها ببولاك، وكان عارفوا أن هادو شتان بينهم وبين الشعبية طلال. حنا ما كنقصوش منها كفنانة مغربية أو إنسانة أمية وبنت البادية وتزات في الخيمة ومع ذلك تحدات الظروف كانت كلها وأصبحت رسامة، هذا الشيء كله شيء جميل بزاف. لكن اللي مفهومش واللي مفهموش المعاصرين ديالها أنها كيفاش بإرادة أجنبية دارت الظل على جميع الرسامة اللي كانوا في ذاك الوقت واللي فيهم رسامين كبار وبزاف وكيفوتوها بمراحل. فهذا هو الشيء اللي ما نفهمش بزاف. فباش نفهموا هذا الشيء كاينين فرضيات اللي كتشرح اشنو كاين. اما غادي نحطوا شعبية طلال في المكان ديالها وبمنظور بعض الفنانين انها رسامه كترسم داك الفن الفطري وكفى، رسامه فطريه ما يمكنش تعطيها اكثر من داك الشيء اللي كتستحق. وهنا كيقول بالكهيه تيقول على الفن الفطري اللي شعبية طلال من الرواد ديالو كيقول واحد الجملة أن الفن الفطري شكل من أشكال التعبير العاجز عن التطور والنمو على المستويين الجمالي والروحي. هذا الكلام ديال بالكاهية. فهنا هذه الفرضية كتقول أن الشعبية رسامة كترسم بواحد الأسلوب ديالها، أسلوب بسيط، كترسم الزربية، كترسم النساء بلباس مغربي بالوشام والألوان، كترسم الورود، كترسم البيئة المغربية. إذن غتخليها في هذاك المستوى اللي حطوا فيها الرسامين والنقاد ديال المغرب. فرضية أخرى كتقول أن هذه الرسامة المغاربة ما فهموش الرسم ديالها، ما تذوقوه شاي، ما فهموش بأنه طابع وستيل جديد، لكن الغرب تذوقوا وعرفوا وفهموا رغم ان خوتها المغاربه ما عطاوهاش قيمه، لذلك عطاها القيمه اللي كتستحقها. وكاين راي ثالث كيقول لك هذه راه رسامه كبيره ما كيقد عليها حتى شي واحد والمغاربه ما كيفهموش وما كيعرفوش، ودوك الرسامه اللي كانوا كيعيشوا معها في الزمن ديالها ما يبانوش معاها وهي احسن منهم، بمعنى ان المغاربه اللي ما كيفهموش لكن هي رسامه كبيره وعظيمه. المعارض اللي دارتها شعبية طلال في المغرب ولا خارج المغرب، الجوائز اللي خدتها، الدكتورة الفخرية، الوسام من الأكاديمية الفرنسية، تقريبا ما خداهم حتى رسام مغربي. وكاين الفرضية اخرى اللي كتمشي كتخرج ديريكت الفرضية ديال المؤامرة، قالوا نقاد ورسامين مغاربة،
كيشوفوا ان الطريقه اللي فرنسا ركزات على فرنسا عن طريق غوديبير في الستينيات، من طبيعه الحال ركزات على شعيبيه طلال وزادت بها القدام وهزتها فوق راسها وبدات كتلالي بها العالم، ان كانت هناك اراده اجنبيه خفيه، كانت يد خفيه باش هكا تبين العالم تقول لهم ها انتما ها هو الرسم المغربي. كان الهدف ديالها هو انها تطيح من المعنويات للرسام والفنان المغربي وتقول ليه الا انت بغيتي الشهره وبغيتي العالم يعرفك دير بحال الشعيبيه طلال، رسم بهذاك المستوى، رسم كانك عندك 3 سنين ولا رسم كانك عندك 2 عامين الا بغيتي نحنا نشهروك ونزيدو بك القدام. فهذا هو الفن المغربي. اما الفن الراقي ديالنا جاك لوي دافيد ولا دولاكخوا، فهذوك هنا هذوك مستوى بوحدهم، نتوما يا المغاربه عمركم ما غادي توصلوا ليهم وما غاديش تقدو توصلوا ليهم ولا توصلوا للدفار ديالهم، لكن السقف ديالكم هو الشعيبيه طلال والطريقه اللي كترسم بها الشعيبيه طلال. ولا بغيتوا الشهره ونفتحوا عندكم ابواب المال والمتاحف والجوائز، ديروا بحالها وغادي تمشيو لقدام وغادي نعرفوا بكم على اساس ان هذا هو الرسم المغربي. اما شي حاجه اخرى راه ما غاديش تشهر وما غاديش نديروا لك معارض ولا جوائز ولا حتى شي حاجه، وغتعيش فقير وغتموت فقير. فهذا الراي هذا بزاف اللي كيعتقد به، لانه كيشوف انه ان هذيك الشهره اللي تعطات لها غير طبيعيه مقارنه مع العمل ديالها مع الرسم ديالها، وخصوصا انه كانوا رسامين في ذاك الوقت كيرسموا احسن منها بما فيهم الرسام والفنان ولدها الحسين طلال. اخيرا غنخليكم نتوما تناقشوا معايا هذا الامر هذا، شنو كتظنوا؟ واش كتشوفوا ان الشعيبيه طلال رسامه وفنانه دارت واحد الفن اللي ما خصناش نعطيو حجم اكثر منه، او لا هي رسامه مغربيه فاهمها الغرب وجهلها المغاربه خوتها تعاملوا معها، وكاين اللي يقول لك لا حكا حيت هي من الباديه ولا حكا حيت هي اميه ولا ماشي خريجه مدارس الفن، او لا كاين اللي كيشوف ان الامر غريب والامر فيه وانه لا يعقل ان انسانه كترسم بهذه الطريقه هذه تكون هي رمز الفن المغربي في وقت كاينين رسامين حسن منها بمراحل وتهمشوا ودرع لهم الظل وما بقيناش كنعرفوهم، او لا ان المساله بالفعل هي مؤامره ضد الفن المغربي من اجل انك تنزل معنويات ديال الرسام المغربي واحباط الفنان المغربي، انك الا بغيتي الشهره وبغيتي المال وبغيتي نفتحوا لك ونشرعوا لك الابواب ديال المعارض الفنيه عندنا ارسم بحالها. اما الا حاولتي تولي بحال الفنانين بغيتي تحاول تكون بحال غوغان ولا دولاكخوا ولا جاك لوي دافيد فلا والف لا. كنشكركم على المتابعه، كان معكم عبد اللطيف، الى الحلقه القادمه من حلقات قناه الخبر.